كبير في أسعار مختلف السلع والبضائع الغذائية والتموينية، فخلال الأيام الأخيرة رفعت عدد من الشركات التجارية العاملة في اليمن أسعار بضائعها ومنتجاتها بنسب متفاوتة تصل إلى 20% دون أن يكون لهذا الارتفاع مبررات أو توضيحات من الشركات التجارية، أو ودون أن يكون لأسعار صرف العملة الأجنبية تأثير بهذا الارتفاع. سنسأل هنا في أحد المتاجر وسط مدينة تعز أحد الزبائن عن ما الذي يمكن أن يشتريه بمبلغ 100,000 ريال على سبيل المثال. والله يا أستاذ، الراتب ما يتجاوز 85,000 ريال، نشتري به قطع سمن ونص قطع سمن ونص رز وكيس دقيق. شكرا جزيلا. إذا هكذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير، ما سيفاقم بشكل أو بنسبة كبيرة معاناة المواطنين. ثلثي سكان أو أكثر من ثلثي سكان اليمن يعتمدون على المساعدة الإنسانية بشكل أساسي، وخلال الفترة المقبلة سيتم تقليص الدعم المقدم لليمنيين، حيث أن التصريحات الأممية قالت بأن المساعدات والتدخلات الإنسانية في اليمن خلال هذا العام مولت بنسبة 26% فقط، ما يعني أن الأزمة ستشهد تعقيدا أكبر خلال الفترة المقبلة. أيمن قائد، يمن شباب، تعز.